الرمان يا صباح الرمان. الرمان زين؟ اي زين، في فيتامينات معادن لهني انزين، ولكن الافضل ناكل حبوب، ما ناكله ما نسوي عصير ونشربه، ليش؟ لان سكره جدا عالي. حلو، في شغلتين مميزين بالرمان هذا اللي مخلين معطين صيت الرمان مو طبيعي، نترك اوكسايد وايضا يورولايثين. هذا شنو يورولايثين؟ انا اقول لكم الحين، احنا عندنا بيوت طاقه بيوت طاقه هذه اللي تسرع الايض عندك، هي اللي تعطيك شباب اكثر، هي اللي تجدد شعرك، تجدد الجسم كله. هاي بيوت الطاقه ايها وقت خلاص تتعب، فلازم الجسم ينتج بيوت طاقه جديده. شنو يسوي هذا اليورولايثين اللي موجود بالرمان؟ يجدد بيوت الطاقه. حلو حلو. وايضا فيها النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد شنو يسوي؟ يوسع لنا الشرايين، والشريان اذا توسع شنو؟ تدفق الدم راح يوصل اسرع، يعني الذكاء عندنا، المخ عندنا، الجلد والبشره. عرفت السر بالرمان؟ خلنا نتكلم عن الناس اللي تبي تضعف، لان الحين صار الشتاء، فطلعتي ملابسك القديمه من الكبت، المنطلون مو راضي يدش، السندويشات اللي هني كبروا، القميص، الليجن، الجاكيت، المهم ملابس صغيره، انا بضعف. اول شيء يجيب بالك، انا بشترك مطعم دايت، انا بضعف مطعم دايت جيد، راح تشتركين مطعم دايت، راح يجيب لك الاكل اول يوم، شوف بيتكم طن طن، وصل 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 مطعم هنادي، وصل مطعم ريوما، يا بطلتي وكليتي، امور طيبه، وصورتي سناب، امورك طيبه الحمد لله، الاكل الصحي زين وما زين ما زين. حلو، اول يوم، ثاني يوم، رابع يوم، بعد اسبوع الاكل الدايت موجود بالثلاجه، ما حد راح ياكله لان لا عاد تشبدك منه. وين الغلط بالموضوع؟ الحين راح اقول لك وين الغلط بالموضوع. شوفه او شوف، جسمك متعود على اكل معين خلاص بالذاكره، يدري كل يوم انت شنو راح تاكل، ويدري العصر راح تشرب شاي، ويدري انه لازم تدبه كاكاو، يدري كل هذا متسيف. اذا اخليت بسيستم الجسم، الجسم يقعد يعارضك خلاص، حتى يمكن الجسم ما يحرق، يمكن يعاندك، يمكن نفسيتك تصير مو زينه. ليش؟ لان انت عودت على نظام، خلاص عودت على نظام، تحط المكبوس دي اي، تطلب مطاعم هذه السريعه وتدبه. مرة واحدة أنت قلت حق الجسم، صدمته، ماكو كاكاو ولا عيوش ولا خرابيط، في أكل شوية بكميات محددة وما فيها سعرات حرارية. أول مرة الجسم راح يتقبل الفكرة، الحين عباله فاست فود مطعم، بعدين بعد أسبوع لا ما يخليك تاكل، ها لدرجة يمكن تشم ريحة الأكل، اف شنو هذا، تلوع كبدك، حتى شكل الأكل ما تبي تشوفه. ليش؟ لأن غلط النقلة مالتك من هني إلى هني. خل اقول لكم شلون هذا الانتقال غلط والجسم رفضه. خل اعطيكم اياه بمثال عشان تتعزز عندنا الفكره. تخيلي عندك رفيجه ساره، نوره، نوير، صبيحه. رفيجتك هاي صبيحه كل يوم انت تشوفينها بالدوام، هلا صبوحه شلونك؟ شو اخبارك؟ باكر وي كناري كناري. انزين، مره واحده جيتي الدوام مو قاعد تعطي شوي. ايش في هذه؟ ليش شي تغيرت؟ تقعدين تحاتين وتظنين انك انت مسويه مشكلة حقها، ما تدرين لأن تغيرت فجأة. نفس الطريقة، إذا غيرت الأكل فجأة يصير خلل بالجسم، هذا ايش فيه؟ لا يكون مو محصل أكل، لا يكون في شيء، فأساس كذي على طول المزاج يصير مو زين، الجسم يفتقد وايد من الفيتامينات ومعادن، لأن أنت معودة على كميات، فيظن الجسم أن أنت حرام ما عندك أكل، فيقوم يدور لك مصادر الأكل، وتقوم تشم ريحة كاكاو، وتقوم تشم ريحة عيوش، فالانتقال هذا غلط. الشيء الصح شنو لازم تسوي؟ الحين أقول لك. يلا ركزي معي، اذا كان اكلك كله خربوطه اكلي خربوطه، اوكي اكلي خربوطه، ولكن قللي الكميه، اعطي اشاره حق المخ ترى ها للحين قاعد اعطيك اللي تبيه، بس بعد اذنك بنقلل الكميه. المخ راح يسكت ولا راح يقول اي كلمه. مثلا انت مثلا بالعصر تاكلين كاكاو هالطوله، خليها الطوله، تاكليها الطوله خليها الطوله، تاكلين مثلا سنيكرز خلي السنيكرز صغير، قلل الكميه. قعدتي على الغداء قولي حق نفسك انا باكل اليوم 10 قفشات بس، وخلي البروتين اكثر من الكارب، يعني هذه القفشه حطيتي عيش شوي، حطي دي اي وايد ولحم وايد، كليتي الثانيه لمتى بقول خلاص قلنا 10 قفشات الله يخليك، وحطي كميه البروتين عاليه. هني عند العشاء شنو تسوين؟ هم تقلل الكميه لمده اسبوع، لمده 8 ايام، هني المعده ايش راح يصير؟ راح تنكمش المعده لان كميه الاكل صارت صغيره، والمخ للحين ولا كلمه، لان هذا اذا مشى معانا الامور كلها طيبه.
نقطة جدا مهمة. أنا شنو قلت لكم؟ نقلل الكمية. نفترض أنت تبي تقلل الكمية مو قادرة. مو قادرة. الحين شنو اتفقنا؟ 10 قفشات. 15 قفشة. قلنا كاكاو صغير صار طويل مو قادرة خلاص. أنت فيك مرض تبي اللهام. اسمه مرض اللهام. يعني تبي تمشين وتلهمين. تأكلين كل الخضر واليابس نفس اللي يراد. شنو تسوين؟ ندخل على الخطة الثانية. نقول حق الجسم أنت تبي تدبه صح؟ ماشي. أول ما نقعد على الريج نجيب كوب قهوة أمريكية، قهوة أمريكية الحارة، ونحط قطعة زبدة بالجمعية في زبدة المربعة الصغيرة اللي ساعات لما نروح الطيارة يعطونا إياها الأجانب يحطونها. هذه نقطها بالزبدة ونحوس ونشرب. بعدها تريقي. أتحداك إذا كليت ريو كمية كبيرة ونشربها قبل الغداء. أتحداك بالغداء تأكلين كمية كبيرة على طول يوعش راح يسد. ولكن إذا عندك كنترول أو عندك كنترول قادر تقلل الكمية ومرتاحة لا تشرب القهوة. إذا ما عندك كنترول على طول القهوة. قبل ريوق وقبل خدا. أوكي. استمرينا شهر شهر ونص. يازلك الموضوع كملي. شوف جسم ضعف جنة. شوف دين 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 صار شنو دين 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 ضعف. هذا الكرش العودة الزرار اللي يختنق ساعات تسكين الزرار بس السحاب ما تقدرين ففي عجينة تطلع تطلع من تحت تطل. راح تروح راح تروح راح تلبسين كلها ملابس 100%. إنزين تبي تضعفين أكثر بعد وتبين أكل صحي أكثر شنو تسوين؟ تدشين بمطعم دايت. ولكن خلنا نختار مطعم دايت. مثال من المطاعم اللي أنا صدق حبيتها وما تحسسني إنه هو دايت. أكل عادي عادي بس ولكن كميات قليلة. عندي مثلا دايت كير وفي مطاعم وايد ولكن للحين الأمانة ما جربتهم. تشوف لك مطعم مو دايت أكله طبيعي بس قول له أبي أكل طبيعي عادي ولكن الكمية قليلة يأخذون وزنك وطولك. هني شو راح تسوي؟ عادي راح تستمر إن شاء الله لو السنة كاملة. حلو. لا أنا أبي أضعف أكثر والله أنا أبي أضعف أكثر. الصيف جاي أبي أسوي تان أبي أطلع معدتي أبي أشد ظهري أبي أشيل الشعوم. هني تحول نفس المطعم هذا أو أي مطعم ثاني يكون أكل دايت اللي يكون ما في دهون نسبة الكارب قليلة البروتين عالي الخضروات أكثر. هني مخك راح يتأقلم وراح توصل حق اللي تبيه. ولكن شو اللي حاصل؟ بعض الشباب 24 ساعة قاعد يدب عيش ولحم بقلاوة وكنافة باكر اشترك بمطعم دايت ما في دهون وعيش أبيض هالكثر. هذا شنو؟ هذا يمكن باكر عقب باكر يزوعه لأن مخك للحين ما استوعب أنت شنو قاعد تسوي فيه. مخك للحين عباله أن أنت داش بمشكلة أن أنت ما عندك أكل فالحرق يصير عندك بطيء. عرفت؟ حطوا ببالكم شغلة إذا انتقلت فجأة يعني من مطعم من أكل عادي إلى مطعم دايت فجأة على طول الدهون ما تنزل منك. ليش؟ يعتقد الجسم أن أنت بمجاعة فالجسم يمسك الدهون حتى تلاحظ مو راضي تضعف عشان كذي. عرفت؟ أخوي الغالي أختي الغالي اخذوها قاعدة. أي شيء تمنعه فجأة من الجسم الجسم يمسكه ما يطلعه. يعني شنو؟ أنا ما أبي أكل دهون. الجسم شنو؟ يحتفظ بالدهون. ليش؟ لأن هذا آخر غذاء لك بالجسم. عرفت شلون؟ الجسم يحتفظ بالدهون. دهوني مو راضي تطلع. ليش؟ لأنك أنت مو مدخل دهون. ظل الجسم ماكو دهون لأن الدهون كلها فيها فيتامينات ومعادن فيها A K E دال. عرفت شلون؟ يحتفظ فيهم. دخل دهون الجسم يطلع دهون. ماي ما تشرب ماي جسمك يحبس الماي. يظن ان انت ما عندك ماي فليش يصرف لك الماي يخليك تكرم تبوله فيحتفظ الماي. خذ خذ قاعده بشكل عام اي شيء تبي يطلع دخله بس ولكن الدهون. يعني الحين انا بنزل دهون ادخل دهون اي دخل دهون ولكن قص على الجسم. دخله دهون صحيه مثلا دخله اوميجا 3 دخله الزبده دخله السمن دخله زيت جوز الهند. عرفت شلون؟ نوع الدهون مختلف ولكن هو يظن الجسم خلاص ما دام دخل دهون احنا نطلع دهوننا القديمه. خذها قاعده وخذيها قاعده. اي شيء تبيه محتاجه عط نفس الشيء اللي انت محتاجه. يعني شنو؟ الحين احنا مو قلنا احنا نبي نطلع دهون لازم ندخل دهون، نبي نطلع ماي لازم ندخل ماي. هالقاعده هذه مشي على الدنيا كلها عشان لا تنساها. مثال انت مقحط ما عندك فلوس واقفه معاك الحياه. الله سبحانه وتعالى ليش مو راضي يعطيك؟ ليش؟ مع انك تشوف هذا الله رزقه بشذي انت ايش معنى؟ راح تقول طبعا حاسديني. لا لانك انت ممسك. انت ممسك. عط يعني شنو؟ عط كل يوم حق فقير 100 فلس 5 فلوس. الله سبحانه وتعالى ما يقول فلان عطى هالكثر عطى 5 دنانير 6 دنانير. لا يقول فلان عطى مو بالكم بالعطاء مو بالكم مو بالكم عطيت ان شاء الله لو 5 فلوس لو الخرده هذه بالسياره عط عند الله هذه كبيره ان انت عطيت. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا عطى يلا عطوه والله يرزقك من جميع كيف.
يا جماعة صار لي قريب الساعة خل أقول لكم جبال شنو أنا جبال ستاربكس قاعد بالسيارة وسوالف عشان منو هذا بالله يلا أنا أعطيت أعطوني أبي كوب قهوة الله يعطيكم العافية خل أنزل أنا أشرب قهوتي وإذا ما في ناس وايد أبلش الموضوع أبلش الموضوع أنا شركة سناب شات راح تشتكي علي هذا وايد صبر ببلاش خلي فيديو بفلوس وبس تريقوا وشربوا قهوتكم وعطيتكم الخطايا شلون تضعف شلون تمتن والقهوه الامريكيه هذه اللي فيها الجولد هذه ملعقه على كوب ماي حار وماي وتحط قهوه بالزبده اذا ما يازلك الطعم وما يازلك حط ملعقه شاي او بيدك كذي دارسين عشان تغير وحط مكات كيفك انت اوكي يلا خلينا